أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. يسرنا اليوم أن نقدم لكم ندوة بمادة اللغة العربية للثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعنوان ظواهر وجدانية. ويسرني في هذه الندوة أن يكون معي الآنسة رامية الغجري مدرسي في دمشق، والأستاذ شادي الحوراني أيضا مدرس في دمشق. ونتلقى أو نرد على اتصالاتكم التي تظهر على أسفل أو في أسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حتى لا يضيع الوقت أنسي رامية، نبدأ لو تعرفينا عن محتوى الوحدة لو سمحتين. طبعا ظواهر وجدانية الوحدة الرابعة بالنسبة للبكالوريا الأدبي العلمي عفوا، طبعا تشمل قراءة تمهيدية تتحدث عن الشعر الوجداني، ثم نص شعري الوطن لعدنان مردن بيك، لوهة الفراق لبدر الدين الحامد، والأمير الدمشقي لنزار قباني. بالنسبة للفرع الأدبي هناك رقيقة الخلق للشاعر شفيق جبري. ثم في ختام هذه الوحدة لدينا المطالعة مهمة الشعر للدكتور نعيم اليافي. نعم أستاذ شادي، لو سمحت، الأدب الوجداني، يعني حبذا لو هيك تعرفنا عن نشأة هذا الأدب ومفهومه ودوافعه. طبعا هذه الوحدة لوحدة الأدب الوجداني للثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي. قبل أن نبدأ بالتعريف أو تعرف الطلاب على الأدب أو الشعر الوجداني، يجب أن نتعرف على الشعر بشكل عام، نشأة هذا الشعر. طبعا الشعر نشأ تحديدا مع فجر الإنسان، مع الإنسان الأول. لماذا؟ لأنه مرتبط بالأحاسيس، مرتبط بالمشاعر. فكان الإنسان عندما أراد أن يعبر عن مشاعره، عن أحاسيسه، فرحا وحزنا في قالب فني، فابتدع الشعر وصنفه في أغراض مختلفة كالفخر والهجاء والغزل والرثاء والمديح وغيرها. فانفعالات الشاعر هي مولد موضوعات الشعر وفنون الغناء، ولهذا ارتبط فن الشعر العربي تحديدا منذ نشأته بماذا؟ بفن الغناء وحداء الإبل، أي رعاء الإبل. والشعر الغنائي استأثر بمزايا التراث الشعري العربي كله، إذن هو تراث خالد. فالشعر تراث خالد لا يزال حتى يومنا هذا ينبض بالحيوية والألق، ولهذا عرف الشعر بديوان العرب. إذن منذ فجر وبداية الإنسان الأول ابتدأ معه الشعر للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه. من هنا ننطلق إلى الشعر الوجداني تحديدا. طبعا مصطلح الشعر الوجداني هو مصطلح فيه كثير من الاضطراب، ليس له تعريف مانع جامع حتى اليوم. لماذا؟ لأن الشعر الوجداني في مفهومه الأدبي يعبر عن الارتجال في صوغه، ففيه من المقومات الشعر الغنائي، فيه من مقومات الشعر الرومانسي، يعبر عن المشاعر الإنسانية بشكل عام، ويطغى فيه العاطفة والانفعال النفسي في التعبير عن تجربة الشاعر الذاتية. يعني وأشمل نقول أشمل يعني تعريف أنواع الشعر طبعاً هي شعر وجداني، تندرج ضمن الشعر الوجداني. نعم. صحيح. وأشمل تعريف له هو أن الشعر الوجداني هو الشعر الذي تبرز فيه ذات الشاعر، سواء أكان يعبر عن إحساساته ومشاعره الخاصة أم كان يصور مشاعر الآخرين ويلونها بخواطره وأفكاره. نعم. إذن إذا أراد الشاعر أن يصور مشاعر الآخرين عليه أن يلونها بمشاعره الخاصة وأفكاره ورؤاه حتى يصبح الشعر. يعني يمكن أن نقول أنه هو الشعر الذي ينبع من أعماق قلب الشاعر، الذي يعبر عن حالة قد مر بها الشاعر، أو يعني قد تعرض لها أو تعرض لها غيره وقاسها على نفسه. تماما. إذن هو تعبير عن تجربة ذاتية. نعم، تجربة ذاتية. نعم، تعرض لها الشاعر. لا. طيب أنسي رامية، لو سمحتي، بعد أن تحدث الأستاذ شادي عن نشأة الشعر الوجداني وعن مفهومه ودوافعه، هناك بعض الخصائص للشعر الوجداني، يعني نعرف الطالب على هذه الخصائص لو سمحتي. طبعا يمتاز الشعر الوجداني بمجموعة من الخصائص، بعضها معنوي وبعضها فني. أهم هذه الخصائص قصر القصيدة. طبعا القصيدة الوجدانية قصيدة غنائية تمتاز بتدفق الانفعال، فلذلك هي لا تتبع تتابع زمني للأحداث، تتحدث أيضا
الخاصة الثانية عن وحدة لها وحدة يعني قصر الانطباع. القصيدة بالأدب الوجداني لأنها تعبر كما قلنا قبل قليل عن حالة ذاتية بالنسبة للشاعر، حالة أما شعورية قارناها مع الشعراء مثلا في العصر الجاهلي عندما يبدأ بالوقوف على الأطلال مثلا ومن ثم برحلة في الصحراء وكذا إلى آخره حتى يصل إلى الغرض الذي المراد في الهجاء أو في المدح أو غير ذلك. نعم. الخاصية الثانية هي وحدة الانطباع. نعم. فالقصيدة الوجدانية تدور على فكرة واحدة فقط من أول القصيدة حتى آخرها، فالأمير الدمشقي لنزار قباني تدور حول فكرة واحدة هي رثاء هذا الفقيد. نعم. الذي هو ابنه توفيق، أو صورة واحدة طبعا يستقصي تفاصيلها منذ بداية القصيدة حتى نهايتها ويكون الانطباع موحدا فيها. نعم. والانطباع طبعا حزن بكاء رثاء إلى آخره. نعم. طبعا الاعتماد على التصوير، طبعا طالما الشاعر يتحدث عن تجربته الذاتية الشعورية فهو يعتمد على الصورة لينقل لنا هذه التجربة، يجسد من خلالها رؤيته وفكرته التي يريد إيصالها إلينا. طبعا الخاصية التي تليها الذاتية، طبعا هنا الشاعر يتحدث عن ذاته حكما، فموضوع القصيدة كاملة هي مشاعره، حتى وإن تحدث عن مشاعر الآخرين فإنها يصبغها برؤيته هو. نعم. فهو يرى مشاعر الآخرين من خلال نفسه أو بعينه، يقيسها بمقياسه فقط. فلذلك تجده أيضا يسبح في ذوات الآخرين ولكن من منظوره هو حصرا. نعم. أما بالنسبة للتأمل، طبعا يشخص الجمادات والطبيعة يجعلها تشاركه. نعم. مشاعره سواء كان فرح حزن إلى آخره. المعجم الشعري، طبعا الشاعر في القصيدة له معجمه الشعري الخاص به، طبعا إذا كانت القصيدة وجدانية فهي شديدة هذه الألفاظ التي يستخدمها شديدة الصلة بالذات والوجدان، عن الحزن مثلا فسوف يستخدم موضوع معين، يعني طبعا سوف يستخدم ألفاظ تخص هذا الموضوع. نعم. فتجد مثلا في الأمير الدمشقي مكسرة يتحدث ارحم أباك، يتحدث عن يستخدم مجموعة من الألفاظ تتناسب مع الموضوع. نعم. الذي يتحدث عنه. أما بالنسبة للموسيقى، طالما الشعر الوجداني شعر غنائي فهو شديد الصلة بالموسيقى الشعرية طبعا. نعم. وهذه الموسيقى طالما أنه شعر غنائي فيبقى أمينا في روحه لها. بالنسبة للتراكيب الموحية، تتسم التراكيب في القصيدة الوجدانية بالسلاسة والرشاقة قريبة من الفهم ومن ذات الشاعر أيضا، أو ربما يعني يكون تكون شفافة يكون شيء وتدل على شيء آخر. يعني مثلا بعد قليل سنتناول قصيدة الوطن، يعني يمر بيت مثلا وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. يعني هنا يعني أنت تقولين أنه مثلا التراكيب الموحية هنا يوحي هذا البيت مثلا وتشيب ناصية الرجال إلى ماذا؟ إلى مرور الزمن، إلى أنه يصبح الإنسان في عمره الأخير أو عندما يكبر وتشيب، والناصية هي مقدمة الرأس، يعني عندما يصبح رجلا كبير في السن. نعم. هرما. إذا هنا توحي بكبر السن أنه حبه يبقى متجدد مهما بلغ من العمر. نعم. أستاذ شادي لو سمحت ندخل في موضوع النص، نص الوطن لعدنان مردم بيك حتى لا نضيع الوقت ويذهب منا هدرا، وربما هناك الكثير من الطلاب من يتابعونا. ندخل في موضوع النص لو سمحت. إذا نص الأول في هذه الوحدة هو نص الوطن للشاعر السوري الكبير عدنان مردم بيك. طبعا قبل أن نبدأ، القصائد التي تعبر عن الهم الوطني حين يعد وجها من وجوه الألم الذاتي. نعم. تنتمي للشعر الوجداني. نعم. حكما إذن تنتمي للشعر الوجداني الأدب الوطني. الوطن لعدنان مردم بيك، وقلنا هو شاعر سوري كبير له أكثر من قريب من الشعراء السوريين كخليل مردم بيك وغيره. والوطن هو المحبوب الأكثر رسوخا في وجدان الإنسان. طبعا مدخل إلى النص ماذا يفيدنا؟ يفيدنا في التعرف على روح القصيدة وفي الفكرة العامة. إذن هنا يتغنى بالوطن ويصور حبه للوطن ومكانة الوطن السامية المقدسة في لدينا اتصال نفسه. بعد إذنك. نعم رشاد. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا تفضلي أستاذ. بس لو سمحت بالصفحة 21 قصيدة أرس المجد. نعم. بالبيت السابع كلمة طربا، نعربها مفعول لأجل أو حال؟ أي كلمة؟ مسمع. عيدي السؤال لو سمحتي. قصيدة عرس المجد. عرس المجد البيت السابع. كلمة طربا، نعرفها مفعول لأجله أو حال؟
نعم نجيبك. هل من سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب أستاذ شادي لو سمحت مباشرة إذا نجيب على المتصلة. نعم. طبعا أتى الدنيا فرفت طربا، إذا هنا لماذا رفت هذه الدنيا؟ رفت طربا أو لأجل ماذا رفت؟ رفت طربا، إذا هو مفعول لأجله منصوب بالفتحة. نعم. الظاهرة. إذا عندما يكون السؤال لماذا أو لأجل ماذا والجواب يأتي طربا أو غير ذلك من الكلمات المصدرية المنصوبة يكون الجواب مفعولا. ربما قد يقع الالتباس بين الحال وبين المفعول لأجله، ولا نريد أن ندخل في مواضيع الخلافية في كلمات الإعراب حتى لا نضيع الطالب. نعم أستاذ شادي نكمل. إذا نبدأ في قصيدة الوطن، فالبيت الأول يقول يعني بشكل عام أستاذ شادي لو سمحت، يعني مدخل النص يتحدث عن أن الوطن هو المحبوب الأسمى لدى الشاعر من ناحية وجدانية، يعني يبدأ بالحديث عن الوطن والتأثر، تأثر الحياة ب يعني المصائب تؤثر في الحياة وأيضا الزمن، ومن ثم عن حب هذا الوطن الذي يتنامى مع مرور الأيام، وأيضا عن الوقوف بخشوع لهذا الوطن لأنه يستحق ذلك. منا كل تقدير. نعم. نعم. إذن الفكرة العامة للنص كما قلنا هو تصوير حب الوطن ومكانة الوطن المقدسة في نفس الشعر ونفس كل إنسان أيضا. نعم. إذن في المقطع الأول يبدأ النص يبلى على الأيام كل جديد ويد البلا تلوي بكل مشيد. إذن هنا يقول بأن الفناء هو المصير المحتوم لكل شيء. نعم. جديد. إذن لا شيء جديد يبقى خالدا وإنما هو مصيره الفناء والزوال. في البيت يعني الثاني لحظة بس لو سمحت، يعني هنا عندما نقول يبلى على الأيام كل جديد يعني هذا تأثر الزمن، الزمن هو الذي يؤثر طبعا في الأيام، يعني الجديد لا يبقى جديدا. وأيضا عندما يقول ويد البلا تلوي بكل مشيد أي أيضا المصائب هي التي تهدم كل بناء مشيد مهما كان صرحا. نعم. كبيرة. نحن طبعا هنا نأخذ بروح البيت لا. نعم. نأخذ بالتفاصيل. إذا وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. نعم. إذا قلنا أن الرجال مهما كبروا في السن والعمر يبقى حبهم لوطنهم في ازدياد لا. نعم. يتوقف عن الازدياد. نعم. إذن حب الوطن يزيد بتقدم العمر. نعم. ولا ينقص. في البيت الثالث حب الديار شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدودي. إذن هنا كأنه قال بأن حب الوطن هو سنة الأجداد سابقا وهي مستمرة لآبائنا والأبناء من بعدهم أيضا. نعم. إذن هو من حب الوطن شريعة مستمرة. كم مهجة إثر التراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريدي. نعم. إذن حتى الإنسان بعد وفاته بعد نزوله إلى القبر الحفرة النهائية يبقى يحن ويشتاق لوطنه. في الخامس تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى بحنين مشتاق ووجد عميد. إذن حتى النفس التي تنزل إلى الحفرة المدفونة النهائية تحت التراب. نعم. نعم. هي تبقى تحن إلى الوطن من بعد الموت. إذن هنا في هذا المقطع يقول لنا الشاعر ويدلنا على منزلة الديار السامية في نفوس أبنائها. نعم. في المقطع الثاني ينتقل إلى الوطن وتعرف قف خاشعا دون الديار موفيا حق الديار على المدى بسجودي. إذن هنا يدعونا للوقوف بخشوع بخضوع أمام هذا الوطن علنا نوفيه بعض حقه طبعا ولن نستطيع ذلك. له حقوق علينا. نعم. جدا. هذه الديار صحائف مرقومة جمعت من الأنباء كل تليدي. إذن هذا الوطن ليس جديدا وإنما هو وطن عريق قديم له تاريخ عريق جدا حضاري مرقوم يعني مكتوب مكتوب طبعا محفور. نعم. في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيفي شهيدي. إذن في كل شبر من أرضنا الحبيبة من وطننا الحبيب هناك تاريخ هناك أثر موجود لبطولات أجدادنا. نعم. إذن هنا تمجيد بطولات الأجداد عبر التاريخ. نعم. وارتماء أيضا ارتواء دم الوطن. نعم. تراب الوطن بدم الأجداد والشهداء. في التاسع إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيد. إذن هنا أرض الوطن أرض سورية تحديدا كانت ميدان الأمويين و بني أمية معروفة حضارتهم عبر التاريخ. أستاذ شادي هنا لاحظ
إني لألمس، يعني ألمس فعل مضارع، ما انطوى، وانطوى فعل ماضي. لاحظ أنه هنا فعل مضارع يدل على الوقت الحاضر وأيضا ارتباطه بالماضي المجيد. نعم. إذن هو مستمر في لمس الحضارة حتى تاريخنا هذا. وأرى جحافلهم ترى ما غربها كاليم يزخر عاصفا بحديدي. إذن هنا يشير إلى بطولة الجيوش الجرارة للأمويين عندما فتحت أقاصي الأرض من مشرقها إلى مغربها. إذن في المقطع الثاني عامة هو يقول أن أرض الوطن مليئة بقصص البطولة والشهادة وتستحق الخشوع والاحترام. نعم. في المقطع الثالث يقول هذه الديار مرابع لأبوة في سالف وذخائر لحفيدي. إذن هنا يؤكد على أن الوطن هو منزل للآباء كما أنه سوف يبقى منازل للأبناء والأحفاد. نعم يورثوه الآباء، سوف نتوارثه جيلا بعد جيل. رتعت بها آباء صدق حقبة بقشيب أفواف لهم وبرود. إذن عاش به آباؤنا بعيشة مرفهة، عيشة ثرية غنية، فهذا الوطن تنعم به آباؤنا. يعني هنا أستاذ شادي فقط، يعني عندما نقول رتعت بها أباء صدق حقبة، يعني فترة من الزمن تحقق فيه الأمن والاستقرار، فلذلك تحققت الحياة الرغيدة والرخاء الاقتصادي. نعم. طبعا مرتبطان ببعضهما. نعم. طهرت مدارجها كأن ترابها ركن العتيق بجفن كل عميد. إذن هنا يشير إلى قدسية الوطن، فكأن نعم. هذا الوطن بالنسبة لأبنائه كالكعبة المشرفة بالنسبة لمن؟ لجميع نعم. يعني المسلمين. ترابه مقدس، ترابه طاهر، طاهر نعم. مقدس دائما. نعم. إذن وهو بالنسبة لأبنائه كالكعبة نعم. بالنسبة للمسلمين مقدسة. ما كان بدعا والحما شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبود. إذن الدفاع عن الوطن ليس بدعة، وإنما هو واجب على كل إنسان أن يصونه بروحه ودمه. وطني وتلك جوارحي لك من هوى هتفت كساجعة بجرس نشيدي. إذن هنا كل جارحة من جوارح الإنسان، كل عضو فيه يغني ويهتف بحب هذا الوطن. إذن فالمقطع الثالث كله يتحدث عن أن هذا الوطن هو وطن الآباء والأحفاد بعدهم، وهو مقدس والدفاع عنه واجب. وكما ذكرنا سابقا أن الفكر العام للناس هو تصوير حب الوطن ومكانته المقدسة. شادي، هنا يمكن أن نشير إلى بعض الأسئلة وربما تخطر في أذهان الكثير من أبنائنا الطلاب. يعني نلاحظ أن هذا النص يحفل بالكثير من القيم الوجدانية، يعني حبذا لو نشير إلى بعضها في بعض الأبيات لو سمحت. طبعا القيم الوجدانية بشكل عام، طبعا القيم نوعان، إما إيجابية أو سلبية. طبعا نعم. الإيجابية نستعمل معها كلمة تقدير، تقديس وغيرها من الكلمات التي تدل عليها. أما القيمة السلبية طبعا هي قيمة مرفوضة بالنسبة نعم. للإنسان، فنستخدم معها رفض. طبعا هنا بشكل عام النص كله عن ماذا يتحدث؟ عن الوطن، عن الوطن. إذن هنا تقديس تراب الوطن، الوطن. نعم. حب الوطن، تقدير الوطن، أيضا تقدير الدفاع عن الوطن. نعم. إذن كلها قيم نستطيع أن نستخلصها من هذا النص. أيضا ممكن أن نأخذ قيمة رفض، مثلا قيمة ضمنية، رفض الاستعمار، رفض الاحتلال، رفض أن نتنازل عن أي شبر من هذا الوطن، كلها هذه مرفوضة. نعم. إذن بشكل عام القيم الموجودة في هذا النص يعني هي تعبر عن حب الوطن، حب الوطن. نعم. الوطن، وأيضا تقدير التضحية من أبناء هذا، وتقديس تراب الوطن. طبعا الاعتزاز بالماضي المجيد خاصة في المقطع الثاني في كل هنا حتى لا ندخل في موضوع الشعور أنسي رامية، يعني ربما هناك من يعترض أنه القيمة تختلف عن الشعور. نعم. أنسي رامية، بعدما تحدث الأستاذ شادي عن البنية الفكرية ووضح لنا معنى هذا النص، يعني نضيء على المستوى الفني لو سمحتي. طبعا هذا النص يتبع المذهب الاتباعي، هناك الكثير من سمات المذهب الاتباعي الموجودة في هذا النص. طبعا نجد جزالة في الألفاظ، تليد مثلا جحافلهم، نجد أيضا وحدة الوزن والقافية، استخدام التصريع أيضا في البيت الأول، متانة التراكيب، متانة التراكيب أيضا، أيضا استخدام الأساليب القديمة مثلا ركن العتيق وليكن،
في استخدام الأساليب القديمة أيضا، هذه من سمات المذهب الاتباعي، يعني هو الغالب في هذا تقليد القدماء في ألفاظهم وتراكيبهم، ركن العتيق أي محاكاتهم، جزالة الألفاظ، وحدة الوزن والقافية، وأيضا التصريع الموجود في البيت الأول. وأيضا هو التصريع يعد مصدر من مصادر الموسيقى الداخلية التي حفل بها هذا النص. جديد مشيد في البيت الأول. أيضا استخدام أحرف الجهر، نجد حرف الجيم جحافلهم مثلا، نجد حرف الصاد، إذن أحرف الجهر هي التي كانت سائدة أو الغالبة في هذا النص، أيضا من مصادر الموسيقى الداخلية. أيضا نجد الموسيقى الداخلية، حتى لا نضيع ونضيع طالبنا أيضا، يعني ممكن نعتمد على تكرار الكلمة، نعتمد على تكرار الحرف بشرط أن يتكرر ثلاث مرات، أيضا التناغم بين حروف الهمس والجهر، أو استعمال الحروف الهامسة الموجودة في عبارة حثه شخص فسكت، ومن ثم نأتي إلى ما ذكرتي من محسنات بديعية. طيب أكملي لو سمحتي. أيضا نجد أن عندي أنا المشاعر العاطفية الموجودة في هذا النص، مشاعر حب. أنت تقولي مشاعر بشكل عام يعني، بشكل ولكن عام. قد يكون هناك العاطفة وجدانية ذاتية، شعور بارز في بيت أكثر من أكثر من بيت آخر، أو حتى ربما يكون في البيت الواحد أكثر من شعور. عندي ولكن نستدل على ذلك من خلال أدوات التي تعبر عن الشعور، اللي هي اللفظة أو التركيب أو الصورة. نعم. طبعا عندي أنا حب الديار شريعة لأبوة، إذن هنا شعور بالحب، شعور الاعتزاز هنا، إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية، أيضا نعم. هنا اعتزاز بالماضي المجيد. نعم. يعني ربما يسأل بعضه أنه في هذا النص لدينا الكثير من الجمل الإسمية التي تكررت. طبعا تكرار الجمل الإسمية يفيد في ثبات المعنى. نعم. والمعنى الذي أراد الشاعر أن يثبته بتكرار هذه الجمل الإسمية هو ثبات حب الوطن في قلوب أبنائه. نعم. يعني ممكن نقول تكرار هذه الجمل الإسمية يعبر عن ثبات واستمرار حب الوطن في قلوب أبنائه. أيضا استخدم الكثير من الصور مثل يد البلا، استعارة مكنية، جعل للبلا أو الزوال كما نقول، كما معنى الكلمة يد. نعم. طبعا شبه هنا البلا بالإنسان، حذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه الذي هو اليد على سبيل الاستعارة المكنية. أيضا مهجة عصفت، أيضا لدي هنا استعارة مكنية، إذا كثرت الصور في هذا النص. وقلنا بأن الصورة هي وسيلة من وسائل الشعر الوجداني الذي يستخدمها الشاعر في التعبير عن مشاعره ورؤاه. نعم. أستاذ شادي، هل من تعليق آخر على يعني، طبعا نحن نستكمل ما ذكره أو ما تحدث عنه في ندوات سابقة زملائنا بالنسبة لهذه الوحدة، ولكن الآن نحن ربما نؤكد على ما قالوه سابقا، نوع من المراجعة. هل لديك أي تعليق على ما ذكرت الآنسة؟ ذكرت بعض الصور، نستطيع أن نذكر بعض المحسنات ممكن. نعم. كي تفيد بعض الطلاب، مثلا في البيت الأول بين جديدي ومشيد هناك التصريع، ونؤكد نعم. أن التصريع لا يكون إلا في البيت الأول تحديدا، وهو اتفاق حرف الروي بين الشطر الأول والشطر الثاني في نهاية الكلمتين. طبعا أيضا الصور ذكرنا عصفت، مهجة، أيضا هذه الديار صحائف المرقومة. طبعا الديار صحائف، ممكن أن نأخذها تشبيه بليغ، وإذا اعتبرنا مرقومة هي وجه للشبه فيصبح هنا التشبيه مؤكد لمن يريد. أيضا هناك بطولة سطرت بسيف شهيد، مكنية. وأيضا يمكن أن نأخذ جحافلهم كاليم يزخر، أيضا نعم. هنا تشبيه تام الأركان، إذا اعتبرنا يزخر هي وجه الشبه، وإذا طبعا لمن يعترض على اعتماد الفعل وجه شبه هنا تصبح التشبيه مجمل. وأيضا هذه الديار بنابع لأبوة أخذناها في النهاية، أيضا هتفت كساجعة، أيضا تشبيه، أيضا لدينا المحسنات البديعية المشتقات الموجودة في هذا النص. يعني على سبيل المثال لدينا في البيت السادس خاشعا موفيا، نعم موفيا فاعل صحيح، وموفيا عمل عمل فعله أيضا وأخذ مفعولا به هو حق، نعم نصب مفعولا هناك. نعم. الكثير من طبعا درس المؤكدات حكما الطلاب ينتفعوا به، مؤكدات الجمل الإسمية قد نعرج عليها قليلا. نعم.
إذا في الجمل دائما هناك جمل نوعا كما هو معروف اسمية وخبرية. طبعا مؤكدات الجملة الاسمية هي إن وأن الحرف المشبه بالفاعل، لام المزحلقة، والقسم. وهنا يصبح الخبر إذا كان لا يوجد فيه أي مؤكد نسميه خبر ابتدائي، إذا كان فيه يحتوي على مؤكد واحد نسميه خبر طلبي، أكثر من مؤكد خبر إنكاري. أما مؤكدات الجملة الفعلية مثلا مؤكدات الفعل الماضي قد والقسم، مؤكدات المضارع والأمر نوني التوكيد طبعا والقسم أيضا والأحرف الزائدة لجميع ما سبق نستعملها في التوكيد. أيضا مر لدينا سؤال حول كم الخبرية وتحويلها إلى استفهامية، مرت معنا في البيت الرابع كم مهجة إثر التراب. أنسي لو سمحتي، يعني طبعا هنا ربما يسأل أحدهم كيف نميز بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم الخبرية خبرية تكثيرية طبعا، نعم. تسأل عن لا تسأل، وإنما هي تدل على الكثرة، على الكثرة، على الكثرة، ويكون الاسم بعدها مجرور كم مهجة. طبعا بكل بساطة كم الاستفهامية يأتي ما بعدها منصوب، تمييزها يكون منصوب، بينما هنا الاسم بعد كم الخبرية يأتي مجرورا بالإضافة. نعم. طبعا بكل بساطة يستطيع الطالب أن يجعل الاسم بعد كم الخبرية التكثيرية منصوبا كم مهجة، وأن يضع إشارة الاستفهام في نهاية الجملة. هذا تحويلها إلى كم الاستفهامية، لكن نحن بشكل عام طبعا هذا السؤال موجود في الكتاب، لكن بشكل عام كم الخبرية وكم التكثيرية، أنا عندما أسأل عن عدد فهذه الكم استفهامية، كم كتابا قرأت وليكن، ولكن عندما أريد أن أدل على الكثرة أقول كم كتاب قرأت في هذا الحجر الصحي وليكن، هنا أنا أدل على كثرة الكتب التي قرأتها قرأتها. أنسي رامية، كم الاستفهامية يأتي بعدها اسم مفرد منصوب على التمييز، هكذا منصوب على التمييز طبعا. أما كم الخبرية والتكثير طبعا، وكم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، يعني أنا أقول كم قلما لديك، يعني يحتاج تقول لي مثلا لدي 15 قلما، تمام. إيه. أما كم التكثيرية الخبرية، نعم، تدل على الكثرة ويأتي بعدها اسم ربما اسم مفرد أو جمع. أو جمع، نعم، جمع. يأتي بالجر، ممكن يكون مضاف إليه أو جار ومجرور، نعم. ولا تحتاج إلى جواب طبعا. نعم، لا تحتاج إلى جواب. عندك أستاذ شادي لو سمحت، ننتقل إلى نص جديد نضيء عليه كما أضأنا على إذا ننتقل للنص الثاني لوعة، نعم، لوعة الفرق المذهب أو الأدب الوجداني، وهو لوعة الفرق. طبعا كنا في النص الأول قد تحدثنا أن الوطن الذي طبعا هو يعبر عن الأدب الوجداني، أيضا الغزل هي من صميم الأدب الوجداني. نعم. طبعا لوعة الفرق للشاعر السوري بدر الدين الحامد، وكما قلنا من مدخل إلى النص نستطيع أن نستشف روح هذا النص وعن ماذا يتحدث. يعني هنا ننبه أستاذ شادي لو سمحت، يعني مدخل النص هو مفتاح للدخول في القصيدة، يعني عندما يقرأ الطالب هذا المدخل يعني كأنه أصبح في قلب القصيدة ودخل في شرايينها. إذن نعم. هو يدخل في شرايينها وأعماقها، وأيضا نعم. يأخذ منه الفكرة العامة، ويمكن أن يفيده في موضوع التعبير نعم. الأدبي أيضا نعم. إذن مدخل النص فيه الكثير من الفوائد. إذن النص يبدأ، قبل أن تبدأ أستاذ شادي لدينا اتصال من كريم، تفضل يا كريم. ألو 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 تفضل لو سمحت. بدي اسال انا على اول شيء على في عندي سؤال بالاستئناف، قاعده الاستئناف. الاستئناف ايه استئناف، انا ما كثير عم بفهمه. وفي هاي شغله ثاني شغله بدي، بس انتم حكيتوا على الاستعاره المكنيه بس ما حكيتوا على الاستعاره التصريحيه. طيب، وبس بدي اسال كمان من شان الوزير او هيك شيء، امتى بده يطلع وفي شيء مستجدات. طيب انت صف تاسع ام ثالث؟ بكالوريا. بكالوريا. طيب الاستثناء قصدك؟ الاستثناء. طيب ما ماشي. هل من سؤال اخر؟ لا بس شكرا. طيب. بس نسال الوزير اذا بتوضحوا شيء. طيب اهلا وسهلا فيك. شكرا. هلا موضوع ظهور السيد الوزير على الشاشه هذا ليس من اختصاصنا نحن، فقط نحن نقدم ماده معرفيه علميه في منهاجنا. موضوع دعونا نجيب عنه مباشره ما سال عنه كريم. عندك انسي راميه الاستثناء. طبعا الاستثناء هو اخراج ما بعد الا من حكم ما قبلها. نعم. مثلا حضر جميع الطلاب
إلا طالبا. أولا نبدأ بنقول أركان الاستثناء لو سمحتي. طبعا أركان الاستثناء في عندي أنا المستثنى. نعم. المستثنى منه. نعم. وأيضا أداة الاستثناء. طبعا أداة الاستثناء عندي عدة أدوات، منها إلا، غير، سوى، خلا، عدا. نعم. طيب الآن بالنسبة لحكم المستثنى، مستثنى بإلا أو مستثنى بأداة الاستثناء. أنسي رامية حتى لا نضيع الطالب أو السائل، يعني أولا نحن عرفنا الاستثناء، أركان الاستثناء، المستثنى، المستثنى من هو أداة استثناء. ندخل بأنواعه لو سمحتي. طبعا عندي أنا الاستثناء التام، التام المثبت، التام المثبت. عندي الاستثناء التام المنفي، المنفي، وعندي الاستثناء الناقص. تمام. طيب الناقص المنفي، ناقص المنفي. الاستثناء التام طبعا كترتيب كي لا يضيع الطالب، المستثنى. نعم. منه يأتي أولا، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى. المستثنى يعني نقول مثلا كالمثال الذي ذكرتيه، حضر جميع الطلاب إلا طالبا، وليكن حضر الطلاب إلا طالبا، حتى يكون السؤال المثال سهلا على الطالب. نعم. طبعا عندي أنا هنا الاستثناء تام مثبت. نعم. أنا عندي الطلاب المستثنى منهم إلا أداة الاستثناء، وطالبا مستثنى بإلا. نعم. هنا طالبا يجب واجبة النصب، لماذا؟ لأن الاستثناء تام مثبت. نعم. تام مثبت فهو مستثنى بإلا. ربما بعضهم يسأل ما معنى مثبت؟ يعني مثبت أي أنه ليس منفي، منفي لم. نعم. إذن لم. نعم. تبدأ الجملة بأداة نفي أو ليس منفي. نعم. هذا الاستثناء. طبعا ممكن الاستثناء إذا كان تام منفي، ما حضر الطلاب إلا طالبا، طبعا عندي أنا هنا الاستثناء تام لكنه منفي، فهنا يجوز أن يكون ما بعد إلا مستثنى بإلا منصوب، وممكن أن يكون بدل من المستثنى منه. منه. نعم. نقول مثلا حضر الطلاب إلا، ما حضر الطلاب إلا طالبا أو طالب، أو طالب، طالب. نعم. إذا كان بدل اعتبرناه بدل، وطالبا إذا اعتبرناه على أنه مستثنى. نعم. بإلا منصوب. طبعا إذا كان الاستثناء ناقص منفي، منفي، فهنا ما هي إلا دولة همجية، يعني فيعرب. دعينا بالمثال نفسه، يعني ما حضر إلا طالب، يعني حذف المستثنى منه، ما حضر إلا طالب. وهنا أنسي رامي لو سمحتي، يعني الاسم بعد إلا هنا حسب موقعه من الجملة. الجملة يعني أنا أقول ما حضر إلا طالب، ما شاهدت إلا طالبا، ما سلمت إلا على طالب. تمام. هذا بشكل عام. لدينا اتصال، عبد الله تفضل. ألو، 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 تفضل. تفضل يا عبد الله. ألو عبد الله. ألو، الظاهر فقدنا الاتصال. فقط تعقيب لو سمحتي، عندك تعقيب استاذ شادي على المثال؟ فقط اريد ان اضيف نقطه صغيره، بان الناقص المنفي تحديدا في الاستثناء الناقص المنفي كي لا يضيع الطالب في اعرابه سهل جدا، نحذف اداه النفي، نحذف الا ونعرب كما جاء. مثلا ما حضر الا طالبون، حضر طالبون تصبح فاعل. نعم. لحضر. ما هي إلا دولة همجية؟ هي. نعم. دولة همجية. هناك أيضا هناك تتم للاستثناء. طبعا ممكن أن نستثني ليس بإلا وإنما بغير وسوى. هنا غير وسوى تأخذ إعراب ما بعد. أكيد. إلا تماما. نحن لا نريد أن يعني على كل حال هو موجود في كتابه الاستثناء، ولكن هو سأل بشكل عام عن الاستثناء، ونحن أعطيناه مفتاح الدخول في الاستثناء. طبعا. أركان الاستثناء، أنواعه، وفيما بعد ممكن بالتفصيل. نعم. موجود في التفصيل حتى نحافظ على الوقت التاسع قدر الإمكان. أيضا سأل الأستاذ شادي عن الاستعارة المكنية والتصريحية. ومن تابع الندوة التي كانت قبلنا بالصف التاسع، زملائنا شرحوا بشكل مفصل عن الاستعارة التصريحية وأيضا المكنية. أستاذ شادي تفضل. يمكن أن نوجز. طبعا بشكل مختصر، الصورة هي بداية التشبيه، التشبيه معروف، تشبيه تام الأركان له مشبه، أربعة أركان طبعا، مشبه، مشبه به، والأداة، ووجه الشبه. طبعا عندما يحذف أحد هذه الأركان ينتقل نوعه. النوع البليغ، التشبيه البليغ، هو الذي يحذف منه ماذا؟ الأداة ووجه الشبه. نعم. إذن يبقى فقط المشبه والمشبه به. هنا ننتقل للاستعارة. الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف منه أحد ركنين. إذن. نعم. تشبيه بليغ حذف أحد ركنين، إما المشبه أو المشبه به. الآن إذا حذفنا المشبه به وأبقينا على المشبه،
وتركنا شيئا من لوازم المحذوف، إذا هنا تصبح الاستعارة مكنية. مثلا السماء تبكي، هنا المشبه موجود السماء، المشبه به من الذي يبكي؟ الإنسان. إذا المشبه به محذوف بين قوسين إنسان، وترك شيئا من لوازمه هو تبكي أو البكاء، وهنا الاستعارة مكنية. إذا الاستعارة المكنية يجب أن نذكر 4 نقاط رئيسية: المشبه، المشبه به المحذوف، والشيء الذي ترك من لوازمه، ونوع الاستعارة. أما التصريحية فهي عكس المكنية، هي التي يحذف منها المشبه ويصرح بلفظ المشبه به. مثلا إذا قلنا تركت قمرا في المنزل، هو ترك زوجته، محبوبته، أخته، ابنته، ما شاء. إذا هنا مثال بسيط وموجود في قصيدة عرس المجد، يا عروس المجد، يا عروس المجد، يعني حتى يعني مباشرة ينظر لها الطالب و بالمجد. نعم. هنا تسهيلا على الطالب. إذا هنا يجب أن يكون إذا المشبه في عروس المجد مثلا، المشبه محذوف هو عروس، هو الحرية، الحرية. المشبه محذوف هو الحرية، والمشبه به مذكور مصرح به، صرح به وهو العروس، والاستعارة تصريحية. طبعا هنا لا نقول أبقى شيئا من لوازمه، لماذا؟ لأن القرينة هنا معنوية وليست مادية ظاهرة. نعم أستاذ شادي، نكمل من حيث انتهينا. إذا قصيدة لوعة الفراق للشاعر بدر الدين الحامد. بعجالة لو سمحت حتى لا يضيع الوقت. تمام. يعني نحن نحافظ كثيرا على الوقت حتى لا يضيع منه شيء إن شاء الله. إذا في المقطع الأول بشكل عام، هنا يتحدث في البيت الأول عن قصر زمن التلاقي مع المحبوبة. في البيت الثاني ينتقل لهذه الليالي التي تسرع بالرحيل ما أن يواصل محبوبته. في البيت الثالث هنا ينفي الشاعر نيل رغباته، والسبب هو الزمان النكد الذي يمنع هذا الوصال. وفي البيت الرابع يدعو للمنزل، طبعا لمنزل محبوبته بالسقيا، وهو يعني الفكرة الرئيسية، الفكرة العامة للمقطع هي الحسرة على انقطاع الوصال، وأيضا يحمل الزمن مسؤولية انقطاع الوصال بينه وبين محبوبته. إذا في المقطع الأول الحسرة على انقطاع الوصال، في المقطع الثاني هنا يعترف الشاعر بجنونه وبكائه بسبب الحب، ثم يتذكر هذه المحبوبة وبشكل دائم طبعا، وقلبه لا يود أبدا ترك هذه المحبوبة ولا انقطاع. إذا فكرة المقطع الثاني هو تعبر عن تعلق الشاعر الشديد بمحبوبته بالمحبوبة. نعم. إذا تعلق الشاعر الشديد بالمحبوبة، طبعا هو هنا في هذا المقطع حتى نوضح، يعني يتهمونه بالجنون أو بالمخالطة في عقله. طبعا هو يقر هذا الجنون لأنه يعني ليس جديدا على من يبكي فراق محبوبته. طبعا والجنون هو قمة وأعلى مراتب العشق. نعم. كما توضح معنا سابقا الشعراء العذريين كمجنون بني عامر وغيره. نعم. في المقطع الثالث ينتقل أيضا هنا، ففي البيت الثامن يتمنى عودة الوصال مع محبوبته. في التاسع يدعو بحفظ ذاك الزمن الذي تنعم فيه برؤية المحبوبة. في العاشر يدلل أو يشير إلى تدلل محبوبته عليه، فهي تواصله كما أرادت وكما شاءت لكما يريد. وأيضا ذكر صفات المحبوبة الجميلة أو التنعم بجمال المحبوبة، الجمال. نعم. والميس والدلال. نعم. وغيره. وفي البيت الأخير هنا يتمنى قمة اليأس. أيوة قمة اليأس، فيتمنى لو كان لم يلتقي بمحبوبته أصلا ولم يحبها. لماذا؟ لأنها نهاية هذا اللقاء، هي البعد والفراق الدائم. إذا المقطع الثالث فكرته تذكر الشاعر أيام الوصال الجميلة وتمني عودة. والفكرة العامة للنص هنا القصيدة كاملة التحسر على فراق المحبوبة والتأمل بالوصال. نعم. أيضا فقط يعني أكرر السؤال ما سألته قبل قليل، القيم الموجودة في هذا البيت ولو يعني بعض الأمثلة، القيم الموجودة. إذا القيم الموجودة في هذا، يعني قيم وجدانية طبعا، طبعا موجودة قيم في هذا وجدانية الناس. طبعا دائما قلنا نركز على القيم الإيجابية. نعم. تقدير، والقيم السلبية رفض. إذا القيمة طبعا أنا ركزت على هذا السؤال أنه يختلف من نص إلى آخر. طبعا يختلف. إذا هون وهنا عفوا يقول الشاعر في هذا النص أبرز القيم التي يريد أن يخبرنا بها الشاعر هي مثلا تقدير الحب، تقدير المحبوبة، أيضا الوفاء للمحبوبة، الوفاء للمحبوبة طبعا، ذكرهم، تقديس الوفاء، ذكرهم طي الحشاشة تماما. وأيضا هنا يركز على تقدير الأوقات الجميلة التي كان ينعم بها بوصال محبوبته. إذن هنا ويرفض
الأوقات السيئة السلبية التي لا يتواصل مع محبوبته فيها. إذا هنا نستطيع أن نأخذ تقدير الوفاء أو تقديس الوفاء، تقدير الحب أو حب المحبوبة، وتقديس أوقات اللقاء والتواصل. نعم. أنسي رامية لو سمحتي أيضا نبدأ بالمستوى الفني الموجود في هذا النص. طبعا طالما الشاعر هو كئيب وحزين فنجده أنه بدأ بالأسلوب الإنشائي. نعم. في أول القصيدة استفهام، وجدنا استفهاما في البيت الأول واستفهاما في البيت الثاني. دائما الأساليب الإنشائية هي تبرز لنا الانفعال لدى الشاعر، الحالة النفسية لدى الشاعر، تبرز انفعالاته الشديدة. نعم. فهو مضطرب أيضا بسبب انقطاع. نعم. الوصال. نجد أيضا تمني في البيت الحادي عشر. طبعا نعم. تمنى أن لا يكون هذا الحب يعني لو أن هذا الحب لم يكن من الأصل طالما أنه نهايته الفراق. عندي تمني إذن ليت في البيت الحادي عشر في البيت. نعم. الأخير. إذن نجد أيضا أن الشاعر استخدم الكثير من مصادر الموسيقى الداخلية مثل التصريع في البيت الأول، خيالة زالة. أيضا استخدم مصادر الموسيقى مثل الأحرف الهامسة، استخدمها كثيرا في هذه القصيدة. طبعا الأحرف الهامسة مجموعة في سكت فحثه شخص، مجموعة في هذه العبارة. أيضا نجد أنه استخدم الجين كمحسنات بديعية، استخدم الجناس صالة وجالة. نجد أيضا الذات كمن سمات الأدب الوجداني حاضرة جدا في هذه القصيدة، الذاتية. فالشاعر لا يتحدث إلا عن ذاته وعن مشاعره وعن حزنه وألمه بسبب فراق المحبوبة، وهذا ما ذكرناه قبل قليل. قبل من خصائص الأدب أيضا الوجداني أيضا نجد الذاتية. نجد أيضا أنه استخدم التراكيب الموحية، ذكراهم طي الحشاشة والهوى. أيضا هذا التركيب يوحي بتجذر الحب في قلب الشاعر وفي وجدانه. أيضا وجدنا أن هذه القصيدة تتحدث وحدة الانطباع عن فكرة واحدة من أولها. نعم. حتى نهايتها، وهو فقدان اللقاء أو انقطاع الوصال بينه وبين محبوبته. أيضا نجد أن هذا النص فيه قلنا عن الأساليب الإنشائية، قلنا عن مصادر الموسيقى الداخلية، أيضا عن الصور. مثلا صال الزمان، جعل الزمان يصول ويجول. نعم. إذن استعارة مكنية، إذن قبحت دور الزمان، قبحت دور الزمان الذي يفرق بين الأحبة ويفصل فيما بينهم. هو حمله مسؤولية الفراق والبعد وانقطاع. نعم. الوصال. ليلاتنا شددنا رحالة، أيضا جعل الليلات الجميلة التي كان يلتقي فيها مع المحبوبة وكأنها تشد الرحال كالإنسان الذي يرحل من مكان إلى مكان. أيضا. نعم. استعارة مكنية، وأيضا هنا وظيفتها التقبيح. شاء الهناء، وكأن الهناء إنسان يريد أو لا يريد أو يأبى. نعم. أيضا هنا استعارة مكنية مهمتها الشرح والتوضيح، شرحت ووضحت الهناء الذي رحل. أيضا التحسين. ممكن. إذا حسنت من دور الهناء. نعم. مع هذا الشعر. أيضا أكثر في هذا النص يعني الشاعر أو استعمل الفعل الماضي بكثرة طبعا. شادي. إذا الأفعال الماضية دائما إلى ماذا تدل؟ تدل على تحقق وثبات المعنى. إذا يعني تحقق، يعني هنا تمسكه المقصود هو تمسكه بالماضي بزمن الوصال مع المحبوبة. هذا الذي جعله الفراق. نعم، الذي جعله الفراق. يكثر من استعمال الأفعال الماضية. نعم. هنا أيضا يمكن أن نشير إلى نقطة دائما نسأل عنها، ما معنى كلمة صالة وجالة؟ نعم. دائما ما يسأل الطالب عن هذا التركيب. طبعا هذا الزمان النكد صالة وجالة، طبعا النكد هو العسر الأنكد. نعم. المشؤوم. وصالة إذا أردنا أن نأخذها بالحرفية، صالة بمعنى وثبة، وجالة بمعنى طاف وتجاول. متى كانت تستخدم هذه الكلمات والتراكيب؟ في المعارك، عندما أقول صال يعني السيطرة التامة. أي وصال الفارس وجال في المعركة، أي وثب وقفز وقاتل وحارب ثم عاد سالما غانما. إذن وهنا أيضا استخدم له الشعر، لماذا؟ لأن هذا الزمان الأنكد المشؤوم ماذا فعل؟ سيطر على لقاءاتنا وقضى عليها وأنهاها. نعم، يعني إذن صال وجال ما يريد، ما يحلو له دون أن يقف في وجهه أحد. نعم، يعني السيطرة تامة على الموقف وأنهى الميدان تماما. نعم. أستاذ شادي، ننتقل أيضا لقصيدة الأمير الدمشقي ونضيء لها، أو دعنا مع الأنسي رامية لو سمحتي نريح قليلا الأستاذ شادي. طبعا الأمير الدمشقي هي للشاعر نزار قباني. نزار قباني هو شاعر سوري دمشقي كما نعلم. طبعا عرف بغزله الشديد بالمرأة، ولكن أعماله السياسية كانت أكثر بكثير من شعره الغزلي. طبعا عمل في السلك الدبلوماسي،
وطبعا هنا هذه القصيدة تتحدث عن الرثاء، فكما نعلم بأن نزار قباني فقد ابنه توفيق، توفي في بريطانيا بسبب مرض أصابه. طبعا هنا في مدخل إلى النص يقول بأن يبقى الرثاء الاستجابة الحقيقية للنفس المترعة بالحزن أمام عظمة الموت. طبعا فكيف إذا كان الميت هو ابن يعني الشاعر، فهنا نجد صدقا في يعني تدفق المشاعر، صدق أيضا المشاعر والانفعال أيضا لدى الشاعر نزار. أنسي رامي قباني يبلغوني بأن الوقت قد يعني يعني بإنجاز، ذلك بإيجاز بشكل عام. طبعا في المقطع الأول يبدأه بداية جميلة ورائعة جدا، يقول مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات. هنا يصف لنا عجزه عن الرثاء، عن الحديث، عن الألم الذي يشعر به. طبعا المقطع الأول يتحدث عن حزن الشاعر لوفاة ابنه وعجزه عن الكتابة، عجز الكلمات عن التعبير، فهي مقصوصة الجناح والدمع ملأ كل الدوات. في المقطع الثاني يصور لنا مشهد الوفاة كيف يشيله كالمئذنة، تصوير مشهد قطعتين. الوفاة تصوير مشهد الوفاة. في المقطع الثالث يصف لنا يذكر لنا مناقب الصفات المتوفى النفسية والجسدية، يصف لنا جماله، شعره الأشقر إلى ما لذلك، ويصف لنا عذوبة هذا أنه بعضهم الفقيد. يسأل يعني أنه نشير إلى الصفات النفسية والصفات الجسدية، لو سمحتي في هذا المقطع. طبعا الصفات الجسدية العذوبة، كان صديق الخراف الصغيرة، كان صديق العصافير، كان صديق الهديل، فهو إنسان عطوف عذب. صفات نفسية شفاف. نعم هذه الصفات الجسدية نفسية. الصفات الجسدية إذا عندما يقول مثل السنابل طولا ومثل النخيل. نعم إذا هذه صفات أنه كان شامخا طويل القامة. نعم ذلك نكمل. أيضا صفات الجسدية، كان يوسف حسنا. نعم. إذا شبهه بالنبي يوسف، وكنت أخاف عليه من الذئب. إذا استعار من التراث هذه القصة ليوظفها في رثائه. نعم. إذا شعره الذهبي الطويل أيضا. نعم. لاحظ هنا تحدث عن شعره الأشقر، يعني ممكن نقول نحن التغني بمناقب الفقيد وصفات النفسية والجسدية. ذهول الشاعر لفقدان ابنه، هنا الشاعر لا يصدق بأن ابنه قد توفي أو قد مات. أحاول ألا أصدق أن الأمير الخرافية توفيق مات. الأمير إذا جعل منه أميرا وأميرا. نعم. خرافيا غير موجود على أرض الواقع، أو لا يجد أحدا يعني يضاهي صفات هذا الفقيد. إذا نلاحظ أيضا في المقطع الثالث، نلاحظ أنه أيضا يتمنى عودة ابنه، ويقول له بأن جسور الزمالك ترقب كل صباح خطاك، طالما أنه كان يدرس في مصر، وأن الحمامة الدمشقية يحمل تحت جناحيه دفء هواك. إذا هنا يعود الشاعر إلى دمشق ليستعير منها الحمام الدمشقي، فهو طبعا محبوبته الأولى كانت مدينة دمشق. فيا قرة العين كيف وجدت الحياة هناك. إذا هنا يتعجب ويتساءل أنه كيف وجد الحياة بعيدا عن أحبابه وعن أبيه، فهل تفكر فينا قليلا وترجع في آخر الصيف؟ يعني أضعنا على النص أستاذ شادي بعجالة شديدة، لأنه الوقت انتهى، عن الموضوع، في موضوع التعبير الكتابي بعجالة سريعة، أنه يعد الشعر تعبيرا صادقا، طبعا الشعر الوجداني. إيه المقدمة؟ إذن دائما في الموضوع الجملة الأولى هي المفتاح كي نعرف هذا الموضوع ينتمي لأي وحدة، الشواهد من أين نستقيها من هذه الوحدة. طبعا هنا يقول يعد الشعر الوجداني تعبيرا صادقا عما يجيش في نفوس. إذن هنا يجب أن نستقي هذه الشواهد لهذا الموضوع طبعا من وحدة الأدب الوجداني. يعني مقدمة، ممكن نأخذ المقدمة من القراءة التمهيدية أو من مفهومنا العام للوحدة. درس القراءة التمهيدية يمكن أن نأخذ تعريف الشعر الوجداني. نعم. كمثال. نعم. إذن أو من بنيات أفكارنا لا مشكلة. الفكرة الأولى طبعا دائما نركز أن الفاصلة هي الفيصل وأيضا ذوات الربط. نعم. فعبروا فيه عن أحزانهم من جهة. طبعا التعبير عن الأحزان هنا يمكن أن نستعمل شاهد من قصيدة نزار قباني عندما. نعم. رثى ابنه قال. نعم. مكسرة كجفون أبيك. نعم. هي الكلمات. الفكرة الثانية، وعن أفراحهم عندما يصفو الزمان لهم بصحبة المحبوب من الجدر الحامد، أيضا بدر الدين الحامد، رعى الله ما كنا عليه فإنه كما من الخلد والفردوس أنعم بالا، أيضا متغنين بعطائها. هذا الشاهد الشاهد أبو القاسم الشابي الموجود في نص. يعني قد انتهى للأسف الوقت، لم نضع فنيا. يسرني في نهاية الندوة أن أشكر زميلي الأنسي رامية الغجري وأيضا الأستاذ شادي الحوراني. الشكر موصول لك دكتور. نتمنى أن نكون قد وفقنا بما قدمناه، على أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.